And a hello from me, Paul Scott, here in London. And as Al Ahly supporters around the world, أهلا بكم من لندن، أهلا بكل جمهور النادي الأهلي المصري هنا في لندن وفي كل دول العالم. نحن نحتفل بناد تاريخي من أمام مكان تاريخي كما ترون هنا على الشاشة. بنحتفل أيضا بانطلاق قناة النادي الأهلي بشكلها الجديد. أشعر بالسعادة البالغة لمشاركتي كمراسل إنجليزي في هذا الحدث، خاصة وأنا أتحدث عن أشهر وأكبر نادي في إفريقيا. بالطبع كان هذا حدث استثنائي على الأقل بالنسبة لي، فهنا في لندن يوجد 65,000 مصري. عندما علمت أنني سأشارك في هذا الحدث تحدثت مع بعض المصريين، وجدت أن قناة الأهلي هي أول قناة مصرية بالتالي مع مراسلين من أشهر الأماكن في أوروبا، وهي بالتالي تذهب إلى عدد كبير جدا من جماهير النادي الأهلي. أما عن النادي الأهلي فهو بكل تأكيد النادي الأشهر في القارة الإفريقية، هو نادي القرن كما قرأت في وثائق الاتحاد الإفريقي، هو أيضا واحد من أشهر العلامات التجارية لنادي في العالم، هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا 8 مرات. الحقيقة عندما كلفت بهذه المهمة اكتشفت هذا العدد الكبير لجماهير الأهلي والشغف والحب الكبير من هذه الجماهير لهذا النادي. ولولا أزمة كورونا والقوانين الصارمة هنا في لندن بعدم التجمعات ظهرت هذه الجماهير معي، لكن علمت أن جماهير الأهلي هنا تترقب تتويج جديد بالدوري المصري عندما تعود كرة القدم المصرية مرة جديدة بعد أزمة كورونا. الخبر الجميل هو أن جمهور الأهلي في لندن تحديدا سعداء جدا عندما قرأوا في بعض المواقع الإلكترونية المصرية عن إمكانية نقل مباريات الفريق الودي على القناة. هم يتمنون مشاهدة كل مباريات الأهلي سواء المصرية أو الأفريقية على شاشتهم، ويعتبرون ذلك بمثابة الحلم الكبير. الجماهير هنا في لندن تبعد آلاف الأميال عن مصر وعن الأهلي، لكن قناة الأهلي كما يقولون ستعودهم وتقربهم من بلدهم ومن ناديهم أيضا. عودة إلى الزملاء في مصر.